اللي يعطيو في الرشوة يا بابا هما اللي يوصلوا في الكرادن البنان والتفاح والدقلة للديار نتاع بعض المسؤولين. انت كبير وتعرف. لا انت اكبر مني سنة وكتر. لا 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 حتى انت تبرقل عليك. صحيح ولا لا؟ لا موجود 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 موجود. كيفاش؟ في الباركينغ انا وريك الكلام. انت سؤالك انت موجودين سيد الحاج توا بالمكشوف. كاردولو حطي له كهرباء. خليني نتعرفك. حط له كهرباء، حط له سلعه دقله والدنيا بس الكهرباء. وخليني نتعرفك. يا اخي ما غادي الغالي. واحنا كتجار صغار صاحبي ما نقدرش نشتري واحنا. الوكال يعيط والشراء يعيط واللي يبيع يعيط كلها راهي في حاجه لواحد. معقول من الرقابه باش جعلها ما حكيها بيرغ. اه شكون في بالك بابا؟ ولهذا خويا مدوني يد المساعده خل من نجم واحد صغار. ناس صغار وناس تعلم بها ربي والاسعار ماكله بعضها. هذا هو خويا. ولهذا يلزم الحكومة تنظر في الأمور هذه، المسؤول ينظر في الحكاية هذه، الناس راهي تابعة تشوفها تجري من الأربعة نتاع الصباح. أنا خضار خويا. تشري تحت الطاولة. ما نتلزمش نشري، باش نكذب باش مش نشري باش نخدم على روحي ناكل صغاري، باش نمد العشرة والعشرين. موجود وكلهم نشريو من تحت الطاولة، كون. نقعد نشريو تحت الطاولة خير ما نقعدوا بطالة. هاك شوف الاسعار كيفاش في السماء اللي شاري قلت له العباد كانوا بياخذوا بلاصه ديالها مطول مصلي مصلي حاطينهم بديارهم لهنا بالتليفون كيفاش حاطينهم بديارهم لهنا مخبينهم بالمروج لهنا في حي عيش في الجلاجيه في الجلاجيه حي عيش والمروج هي والبطاطا مخبينهم بالتليفون 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 يعطوا في العباد بالتليفون 500 حاكم سعره بديناهم وبيعوا في 500 لبرا وما يدخلش للسوق من برا من برا ولا مرش احنا من الديار من حي عويش حي عويش خلص لينو تمشي حي عويش لا غادي يدخل حتى بثني يتخلص التليفون خويا الو يجي راه عندي كذا كذا تجي انت مسيسها ما تلقى حتى شيء تروح على روحك سلام بيك نصلي شكرا مخبينهم بديالهم ب 2 فرانك ب 300 فرانك هم يحبوا يحكموا فيه نصلي بيعوه ب 1200 بدينا مخبينهم بديارهم بالكراجات من جندوبه بلاد البطاطا جيت لتو لتونس نلوج على البطاطا في جندوبه تباع لبرا لا ما انا ربي حريقه في جندوبه تباع لبرا البطاطا ما تباعش في السوق القارص الليمون قديش 4000 4000 الكيلو 4000 كيلو علي. علاش دواء حرث زبيره ماء ضو شنو اي هذوما من قديم الزمان موجودين هي بالكيفيه نتاع الاسوان توا مش بالكيفيه توا اي عامنيه القارص هذا الاخضر عامنيه ب 700 فرنك هاي 4000 اش معناه السنه غالي علاش هذاك هو غالي دويات فلاح تاج تاج القشارة هاي هذه شريت واحد فلاح علينا علينا نحكي لك ليه ما نحكي لكش احرق احرق هاي لا احرق لا شيء انت تو تحكي لي على القارس شوف المواد الغذائيه وين الزيت ما فماش السكر ما فماش باكل يجير ب 8000 هذه خليك في القارس ها ولاد العام رخيصه صحيح مشيت يا ولدي بلاد مشيت صحيح قول له بلاد ومشيت بركي يا اخو حويجه ما هكا ما عندي فلاح بدينار تحب تبيع عندي ب 4000 هاو نهزك انا كنت اخذها بدينار كنت اخذها بدينار كلها البار شوف هاي شوف المال يا باه مش كلها البار مش هيك في خبر كان اسمعني يا حاج اقرب اقرب هاي ب 2000 فرنك هاي ب 2000 ايه شنو انت فلاحه لا ماشيني فلاح انا خضار خضار خبار إيه؟ يا باب إيه؟ انت قلت لي ب 2000 وهو قال لي ب 4000 ب 4000 هو حب 4000 كاملين هي هو حب 4000 هو عاديش ب 2000 ويبيع ب 2000 ما انا كيفاش 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 ما انا بقداش فلوسي ما انا ب 3000 هي ب 3000 كيفنا قداش خذيت لا كيفاش خذروا ب 2000 كيفاش خذروا ب 2000 ها وجيت بيعوا ب 2000 انت هذا الشيء هذا قص هذا الشيء هذا الشيء يا ذا الشيء لا لا كلامك يا شيخ 400 فرنك يا خويا خلينا يا خويا خلونا عليها هيك انا خلينا مين هذيك اللي عملت فيهم والله الصحف ها وقال لك وانا نعرف والله العظيم ولا نلعب ونصر يا قواده يا قواده يا قواده يا قواده ربي يا قيس نرجع لك نرجع لك نرجع لك الصحيح
صحيح توا صحيح الواحد يربح شويه يربح شويه علاش نشري ب 2000 ونحب نبيع باربعه؟ لا ما يشريش ربي في الزوال. لا 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 فما ربي ما شو يشري بالبير على الاقل يشري ب 3.5 انا رانا نمشي وندورو انا الميكانيك وندورو كامل الجمهوريه من معناها من سند لسند انا اللي قدامك من الناس عندي كاميون وكر تمشي له غادي تاخذها لهنا يرزق يبيعها وفي السنه ما يبيعهاش تمشي له للسنه هو هي مربوطه بهذا السلسله الكل هي مربوطه بهذا تمشي له غادي يرزقها غادي ما يبيعهاش ويجيبها لهنا يحكم في السوق يبيعها يبيعها ب 4000 وب 5000 ويبيعها ب 2000 انا قلت لك ناكلوا راه اسمع كلنا ناكلوا في العصارة كل انا واحد من الناس ب 4000 عايش خويا الباهي انت توا في بالك كي وصلتك لهنا وصلتك بلاش فلوس فماش خدام ما فماش ميكانيك فماش زريعه ما فماش ماء ما فماش ضو ما فماش ما فماش سؤالي بسيط تفضل وقت اللي تبدا هي ما عند الفلاح ب 2000 فرنك منزل بوزلفة شكون قال لك عند الفلاح ب 2000 فرنك؟ شكون اللي قال لك في 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 انا هو الفلاح كان يحكي قدامي هذاك فلاح قول له اعطيني ترى اعطيني كارد سالني عن النبي شكون هو في المرشي ب 5000 في بني خالد ب 4000 خاطر ماهوش وقت القوارص تو انت علاش تجيني في الشتاء تحب تاكل الدلاع تحب تاكله بسوم السيف ما يجيش حاجه في وقتها تاخوها بسومه وحاجه ماهيش في وقتها تاخوها بغله سي نورمال